ممفيس أديباي يأتي بالكرة في الجهة اليمنى والهولندا تظهر الآن في الشاشة بالفعل والتسديد الثاني جول جول هدف هولندي هدف هولندي من ديباي 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 يسجل الهدف الأول أول وصول لهولندا على مرمى المنتخب نعم المنتخب البرتغالي يأتي بالهدف لجوهاين الشباك وقبل ذلك دوني فان دي بيك هو الشاب الذي أرسل الكرة الماضية لكن ديباي 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 تاسع أهدافة مع منتخب الكرة الماضية نعم تصل إلى ديباي وديباي بعد ذلك يعاني ديباي ممفيس ديباي مسجل لاعب ليون الفرنسي لاعب اليونايتد سابقا